وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم، الذين كفروا قريش وقبائل العرب. وهل ظاهروهم؟ شو معنى ظاهروهم؟ يعني حالفوهم وصاروا ظهيرا لهم، شدوا ظهرهم فيهم. بمين؟ باليهود. اليهود كان وصل المدينة، فصار العدو من برا والعدو من جوا. هذا أعظم خطر، الهجوم على الإسلام وعلى الدولة العربية من كل الجهات، من الداخل ومن الخارج. لكن لصدق النبي في محالفته مع الله وصدق المسلمين، كفى الله المؤمنين. شغلة ما بتخطر على البال ولا على الفكر. ولا يقول لما حوصرت دمياط، هي بمصر، حاصروها الفرنسيين في زمن لويس الرابع عشر مدري مين، وكانت مصر وسوريا بلاد الشام كانت متوحدة. كان رئيس الدولة نور الدين زنقي، اللي بيسموه نور الدين الشيدي المدفون بالخياطين، يقول من حزنوا وهموا وغموا على المسلمين في دمياط، يقول أكل ما عاد أكل، شرب ما عاد شرب، نوم ما عاد نام. وحاشيته يحبوا يعني يخففوا عنه، يفرجوا عنه انه راح يموت من همه على المسلمين في دمياط. يقول احد العلماء جلباله حيله في علم الحديث، الحديث المسلسل. مثلا اذا النبي روى حديث معه مسبحه، اللي بيروي عن النبي بيكون في معه مسبحه، الثالث معه مسبحه، الخامس معه مسبحه. اذا النبي روى حديثه هو عم يضحك، الثاني اذا رواه هو عم يضحك، الثالث عم يضحك، هذا شو اسمه؟ ففي حديث مسلسل النبي حاكي وهو يضحك، وكل الرواة رووه وهنين عم يضحكوا. فاجا العالم عم يردني، قال لي مولانا السلطان، قال لي بدي اقدم لك حديث مسلسل لحتى انت كمان ترويه، وبدك تكون على الصفة اللي النبي حكى إياها. قال له شو الصفة اللي كان النبي عليها؟ قال له نطق بالحديث وهو ضاحك مبتسم، فضحاك وابتسم حتى أحكي لك الحديث حتى ترويه عني، يصير السند متصل بعضه ببعض وهو متسلسل. أم غضب نور الدين، قال له كيف أبتسم؟ كيف أضحك والمسلمون محاصرون في دمياط؟ إيه وما في. وكان نور الدين بيعدوه من الخلفاء الراشدين قد ما كان إسلام العلم والحكمة وتزكية النفس. وما في غير تنكسات لله، والظاهر الله عز وجل بعض الله أخرك لحتى يشوفك صادق صامد واثق بعهده. إذا كنت مستقيم لا تخاف، طورت ما طورت والعاقبة بالتقوى. هذيك الليلة إمام الجامع تبعه بيشوف منام، بيشوف النبي بالمنام، جواب التلكس وجواب دعاء نور الدين، يقول له بشر نور الدين بأن الله عز وجل فرج عن أهل دمياط وانتصر المسلمون عليهم وهرب الإفرنسيون. فليزول همه وغمه. قال له يا رسول الله بركي ما صدقني، هذا بالمنام كله، بركي طلب مني علامة، شو علامة انه انت صحيح شايف النبي؟ قال له قل له العلامة على صدقك، قل له العلامة هو كان بمعركة تل حارم. أي تل حارم وين بصير؟ صوب حلب؟ كان بمعركة مع الصليبين. فما؟ صوب فلسطين. الخلاصة قال له قال له بعلامة لما كان بمعركة تل حارم واشتدت المعركة وكان ينهزم جيشه، دخل على الخيمة وصلى ركعتين وفي سجوده ما
بعد برقية لله. كان من جملة البرقية والتلكس: اللهم انصر دينك. النصر ما إلي لنور الدين الشهيد محمود نور الدين، هو ما مات شهيد والمات بالخوانيق، لكن اللي بيموت بالخوانيق بيعتبروه شهيد. قال له بعلامة لما كان ينهزم جيشه التجأ إلى الله في الخيمة وصلى ركعتين وفي سجوده، قال اللهم انصر دينك ومن هو محمود الكلب. هو شو اسمه؟ محمود، لقبه نور الدين. فأجا الإمام سيقظ فرح رؤية النبي حق، وإجا بيصلي في صلاة الفجر الإمام بالقصر، قال يا مولانا السلطان جايب لك بشارة من النبي بسرة كثير. شو؟ قال والله رأيت النبي وقال لي قال له إنه نور الدين بأنه الله فرج عن المسلمين في دمياط وانسحب الصليبيون منهزمين. قال له إيه شو علامة؟ ما أعطاك علامة؟ قال له بلى. قال له إيش هو العلامة؟ قال لي أنا طلبت منه. قال لي إذا طلب منك العلامة قل له بعلامة بمعركة الحارم لما كاد ينهزم صلى ركعتين بسجوده قال اللهم انصر دينك، والإمام استحي قل له ومن هو محمود الكلب. قال لي اكملها إلك مالي. قال له إلها؟ قال له والله مستحيها. قال له لا. قال له إذا كان إكمالتها مضبوطة. قال له والله إذا بتأذني يعني ما بتزعل. قال له أبدا. قال له حكى لي إنه قلت اللهم انصر دينك ومن هو محمود الكلب. قال له صدق وبكي نور الدين. يقول وأتى الحمام الزاجل اللي كان يحمل البريد يبعث المكاتيب والطيور، الحمام اسمه حمام الزاجل، بعد 24 ساعة بصدق منام إمام المسجد.